الجديد اللي خرج البارح أغنية الدرهم اللي خدت شوية ديال الوقت في التوجه ديالها من ناحية الموسيقى توزيع الموسيقى ولا تصوير ديال الفيديو كليب. هو في الأصل كان خصو يخرج في الأول ديال مارس ولكن فجأة الكورونا دونك كل شيء تحبس. ما كما كيقولوا عسان تكرو شيئا وخيرا لكم يعني الحمد لله جبونس جات فوقتها. وكما شفتوا العمل كان فيه كولابوراسيون مع ديتات وجوه معروفة بحال أسامة مجلون، نداء بنيشو، صوفيا بالكمال، نبيل سكيلي وسلوى أنلوف. يعني حاولنا نشخصوا داك الموضوع ديال الأغنية على شكل قصة في فيديو كليب وكنتمنى تكون نالت إعجاب ديالكم وجانفيت الناس يمشيو يكتشفوا الأغنية على قناة يوتيوب. هذا الموضوع كيبان لي انه بصح كيقيس الشباب ولكن تيقيس بالنسبه لي جميع الفئات اللي نقدر نقول لك 18 عام الفوق. يعني اللي ما عندوش الفلوس كيحس بالهم، اللي عنده الفلوس كيحس بالهم حتى هو. انا حاولت نتطرق خصوصا داك الموضوع اللي كيفاش الانسان كيحاول يوفق بين الجيب ديالو والمتطلبات ديال المجتمع. يعني شاب كنا كنعرفوا الوالدين كيقولوا لولادهم يمشي غتكمل ديناك، يمشي غدير دارك، يمشي غدير هذا. يعني كيبقى داك الشاب عايش واحد لا بريسيون وفي نفس الوقت كيفكر حتى في القلب ديالو، حتى في الحب ديالو، حتى في الخطيبه ديالو، كيفاش واش يمشي في الحب ولا يتبع لا كارير. يعني كيوقع واحد الديلام وتما فين كيبدا داك الهم ديال واش نقضي غرض نحبس واش نخدم. و كما شفنا الموضوع شويه حزين يعني شويه مهموم، ولكن حاولت نطرق ليه بواحد الطريقه شويه نشطه في الموسيقى. يعني بالتوزيع اللي داروا المنتج المغربي جامعوني باش الناس ما يحسوش بداك البؤس بزاف. يعني كاين حزن ولكن طرقنا تسرح ونشطين. علاش بالضبط؟ اولا كما قلت لك كاين سيناريو، يعني كاين واحد الادوار مفاتيح كما كنقولوا. ولا انا لا الفريق ديالي حاولنا نفكروا في وجوه اللي تقدر تجي ملائمه في ذاك الدور، وماشي فقط ملائمه تكون حتى مؤثره من ناحيه ليماج، ان الناس غيشوفوا ان هذيك الشخصيه هي شويه معروفه ولكن غتوصل ميساج اكثر. يعني هذا هو الهدف اللي كان الغايه اللي كانت من هذه القضيه هذه. صحفي اسامه بن جلون تبارك الله اللي واحد من الصحفيين الشباب اللي دايرين البصمه ديالهم في الساحه في المغرب هنايا. دونك انا بالنسبه لي كان ملائم لذاك الدور وكلهم كانوا ملائمين للادوار اللي داروا. لا هذيك التجربه درتها انا ديال في الكليب غير حيت اقرب تجربه ليا اللي نقدر نعطي فيها انا في التشخيص وفي التمثيل وفي داك الغونديو اللي غيكون في ليماج. يعني انا حاولت نطرق الموضوع على اساس انني فنان. يعني ممكن كون كنت ممثل، كون درت مسرح، كون كنت عندي شي مهنه اخرى، نجار، حداد، طبيب، جزار، اي مهنه اخرى كان يمكن لي نطرق لها بديك الصيغه، ولكن درت واحد الصيغه اللي انا كنعرف ليها وكنفهم فيها. يعني كيبدا بهذاك الموضوع في الكليب كما شفنا البدايه هو الاخر ديال القصه. يعني واخا وقعت ديك لا كريز ديال السيد، فقد العمل ديالو، فقد الحبيبه ديالو، كل شيء، ولكن كيبقى دائما واحد الامل. يعني كنحسوا بالهم ديما اي انسان عنده واحد الوقت ديالو في حياته انه كيسرع عليه سيدي ربي والواحد ما كيلاشيش. يعني كتقدر طيح 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 طيح، مي كاين واحد المثل كيقول قت ما طحتي فاش تبغي تنوض هز معك شي حاجه. دونك ديما كاين واحد الوقت فين كيعاود الانسان يتغلونس. شوف جات فوقتها
هادشي اللي غنقدر نقول لك يعني باش تسنى. انا ضد انك تقعد عمل وتبقى كتسنى بزاف 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 بزاف. تسنينا كوفيد تداز لانه كان واحد لي نورم اللي تفرضوا علينا لا من ناحيه الدوله والسيستم اللي كان ضروري اننا خصنا نحترموا دوك لي ديريكتيف اللي تعطاو. ولكن كما كنعرفوا راه الفنان راه حتى هو كيخدم مي الفن راه عمل حتى هو يعني كان خصها تخرج وخرجت وقتها. ما نقدر ما اتفقش معاك لان عندي ايقاعات مختلفه. كاين اغاني اللي حزينه وكتحس بها حزينه، كاين اللي اغاني اللي ناشطه وكتحس بها ناشطه، كاين كما كاين الدرهم اللي حزينه ولكن كتحس بها ناشطه. يعني ما عنديش واحد لا ريغ اللي كنمشي عليها دائما، على حسب الفيلينغ، على حسب المود، على حسب ديك حاله النفس اللي كتجي في لا في الكتابه لا ديال الموسيقى لا ديال الكلمات. يعني ما كاينش قانون. معيار نجاح لا، ولكن معيار انك وصلتي للناس اه. يعني مثلا ما نعطيك اي منتوج، ما نعطيك فاكهه، راه ضروري خصك تشوفي ديك الفاكهه وتدوقيها باش تقولي واش عجبتك ولا لا. اما الا بقيت نوريك انا في ديك الفواكه بزاف بزاف راه ما تعرفيش. يعني ماشي معيار ديال النجاح ولكن معيار ديال انه وصل للناس. شوف التوندونس هذا موضوع سبيسيال. حمزه الفضلي كان كيدير واحد الموسيقى شويه مختلفه على شنو واقع في اللي كتسميو نتوما الموجه الشبابيه. يعني كانوا عندي واحد الميولات ومازالين عندي ميولات موسيقيه غربيه، كان عندي واحد التوجه بلوس لاتجاه افريقيا اللي الحمد لله كانوا تتويجات وانا جد مفتخر انني مثلت بلادي في دوك التظاهرات. مي طوندونس كيكون واحد المواضيع اللي كيهتموا بها الناس بزاف. يعني ما كاينش غير الموسيقى، كاين اللي كيدير الطبخ، كاين اللي ما كيدير والو، كاين اللي كيدير دي سكاتش، كاين اللي كيدير بزاف ديال الحوايج. يعني على حسب كل متفرج شنو بغى يشوف. يعني انا كفنان نقدر نقول لك انا طوندونس كيوقع فيها واحد التنافس بين المغني وبين اللي ماشي مغني وبين الرياضي وبين هذا. يعني ما كنعتبرهاش انه هدف. الا كانت سي تري بيان زعما مرحبا غادي تزاد يتشاف، ولكن ما خص الواحد يبقى كيتسابق غير على وديت هذه القضيه. يعني كاين المسار ديال الفنان ماشي اغنيه واحده، ماشي طوندونس. مسار الفنان راه سنوات وسنوات. صراحه ما عنديش شي فكره محدده، ولكن كل شيء ممكن. الموسيقى ما عندهاش حدود وكل شيء ممكن. كاينين، كان واحد جوج ديال لي كوميتراج اللي تصوروا، مي واحد خرج ديال حمزه عاطفي، وكوميتراج ثاني ديال مجد عبد الصايح اللي كان لي الشرف انني درت واحد من الادوار الرسميه مع اسماء خمنيشي وندى اومنيشو. هذا باغ كونتر مازال ما خرجش، كان غيخرج ولكن عاوتاني فاش جات كورونا كلشي ترول. مي ان شاء الله باقي كاينين مشاريع، وحمزه الفضلي ما سادش الباب ديال التمثيل. يعني باقي ان شاء الله تعاودوا نشوف حمزه الفضلي ممثل. نقدر نقول لك ان حمزه الفضلي بدا بالتمثيل قبل الموسيقى. يعني في الصغر ديالي بديت انا بالمسرح المدرسي، ودرت دي زاتو ديالي مع اساتذه في المسرح في مراكش فاش كنت مازال صغير. يعني كان عندي ذاك الحلم ديال التمثيل من صغري. مي ما عمري خديت هذا الميتيي بطريقه سيريوز، زعما ما عمري خديت سيريوزمون. جات الموسيقى سكيف، تبعت الموسيقى، ولكن ممكن اننا نشوفوا حمزه ممثل زعما بور دو بون ممكن.
انا كنت عايش الحياه في الحجر. لا لا الحجر جوبونس دوزتو كاي مواطن مغربي. الحمد لله زعما من واحد الناحيه لقيت راسي انني مكونفيني مع الوالدين, وبعض المرات كنقول تمنيت نكون بوحدي غير باش يكون عندي الهام ونزيد نافونسي في الموسيقى بزاف ديال الحوايج. ولكن من جهه اخرى نقول الحمد لله مع الوالدين, احنا كنشوف الاوامر اللي تعطاتنا راه حاولنا نحترموها بقدر جهدنا, و كان عندي الوقت انني نجلس نزيد نشوف والديا نتذكرو نشوف عائلتي نتفرج في التلفازه اكتشفت مواهب. ما عمري كان عندي داك الصبر انني نجلس ونتفرج في التلفازه المغربيه. ولكن هذا الكونفينمون جو بونس عاوننا وعاون بزاف ديال الفنانين اللي عندهم طالون كبير بزاف اللي خلانا اننا جينا اكتشفناهم. وصراحه هادشي كيخليك تفتخر فريمون بالمواهب ديال بلادك. وي طبيعة الحال كانوا دي بوكين في دي فيستيفال اللي الغالب الله ما يمكنش يكونوا. جوبونس غتكون اثرت على شوف كورونا اثرت على العالم كامل. هذا نشوفوا في الفنانه دابا خصنا نشوفوا اي مواطن لا فنان لا استاذ لا زعما جميع الميادين. زعما انا ماشي ما غنقولكش كفنان غادي نبدا نقول الفنانه لا, انا دابا خصنا في هذه مرحله ازمه سي اون كريز. يعني اول حاجه خصني ندوي عليها كمواطن كفنان حتى من بعد نشوف. دولار في الاورو. لا كاينين مشاريع زوينه اللي غادي تجي من ورا الدراهم ان شاء الله, اللي اكيد هو غادي حمزه الفضلي غادي نشوفه بوجه مختلف بواحد الصيغه اللي بوتيت قليل اللي كانوا ما كيتخيلوش قليل اللي غير كانوا كيعرفوا حمزه يقدر يدير هذه القضيه هذه. مي الحمد لله هنا دايره بيا اون اكيب زوينه موزعين موسيقيين زوينين اللي انا متاكد ان داكشي غيكون زوين وتايق فيه. وحاجه واحده اللي كنقول هو اللي حشمنا مع الناس وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.